حدثنا ابو نعيم قال حدثنا معمر بن يحيى بن سام حدثني ابو جعفر قال قال لي جابر اتاني ابن عمك يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفيه قال كيف الغسل من الجنابه فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ ثلاثه اكف ويفيضها على راسه ثم يفيض على سائر جسده فقال لي الحسن اني رجل كثير الشعر فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم اكثر منك شعرا